السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في كل مكان. إحنا النهاردة معاكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز ومواهب، وإن شاء الله النهاردة معانا 3 أطفال إن شاء الله هنسمع منهم قرآن وإنشاد، وإن شاء الله حلقة تعجبكم بإذن الله. معانا الطالبة حنين، عرفي نفسك يا حنين. اسمي حنين محمد إسماعيل، سني 14 سنة، داخلة الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله. تمام، بتدرسي في سنة كام؟ أزهري، أنت قلتي تالتة إعدادي، أزهري ولا عادي؟ عام. طيب إن شاء الله هتسمعينا إيه من القرآن؟ هبدأ بسورة الزمر من آية 1 لحد آية 6. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم فأنى تصرفون. صدق الله العظيم. أحسنتي، بارك الله فيك. مين شجعك على حفظ القرآن؟ بابايا ومامتي. حافظة كام جزء دلوقتي؟ 12 جزء. مين بيحفظك؟ الشيخ بتاعك أو الشيخة؟ الشيخ عادل أبو طالب. في مركز معين يعني، في مكان معين؟ جمعية عباد الرحمن الخيرية. تمام. إن شاء الله معانا رقية، عرفي اسمك يا رقية. اسمي رقية عمر علي السعد حسنين. تمام، يلا هتسمعينا ايه من القرآن؟ تبت يدا. قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نار ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. حافظة أحاديث ولا حاجة؟ مش حافظة، هبدي المايك لعين. اسمي علي عمرو، وداخل رابعة. سنة رابعة ابتدائي. عادي ولا أزهر؟ عادي. طيب هنسمع ايه منك من القرآن؟ سورة البلد. طب اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لم يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. يحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا
وتغسل بر صبر وتغسل بر مرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. لما نيجي نقرأ القرآن نبقى واحدة واحدة كده رويدا رويدا. أحسنت، بس المرة الجاية تبقى أحسن من كده. انت يا أنسة حنين هنسمع منك نشيد ولا أنشودة؟ محضرة لنا إيه؟ اتفضلي. الله الخالق من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذلك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الظلام ذلك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه من علم العصفور في الجو أن يطير من جل الغدير ودفق الشلال ذلك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه من أطلق اللسان وأسمع الأذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذلك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطايح من رزق البطاح من رزقه الحلال ذلك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه. برافو عليك، أحسنت. عايزة أتكلم معاكي شوية عن الهجرة. طبعا احنا في الحلقة اللي فاتت أكيد أنت كنت متابعنا وسمعتينا واتكلمنا وقلنا إيه الهجرة وكانت أسبابها إيه. طيب إيه الأسباب اللي أدت لنجاح الهجرة؟ أول حاجة توفيق الله وعنايته. تاني حاجة التخطيط الجيد من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. تالت حاجة اختيار القادرين على تنفيذ الخطة والأوامر. رابع حاجة حب الصحابة للرسول وحب الصحابة لانتشار الإسلام. تمام، برافو عليك. إن شاء الله طموحك تبقي إيه؟ نفسك تبقي إيه بعد دكتورة كده؟ إن شاء الله. دكتورة إيه؟ أطفال. ماشي، ربنا يوفقك. وإنت يا شيخة علي إن شاء الله هنسمع منك حديث ولا هتسمعنا إيه؟ حديث. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبيك. برافو عليك، أحسنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأنت يا عسولة، أنت يا رقية، هتقولي لنا إيه؟ بالراحة كده واحدة واحدة عشان كل الناس بتتفرج عليك دلوقتي وعايزين يسمعوا المعون من أصغر طفلة في مصر. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي كذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. معانا برضو طالبة حنين، هتقولي لنا انشودة ولا ايه؟ حديث. انشودة. طيب واحدة واحدة كده، عايزين الناس كلها تستمتع بالانشودة دي. يلي سمع اسم نبينا صلى عليه ربك يرضينا والبركة هتهل علينا ألف صلاة عليك يا نبينا سيدي محمد سيدي محمد رسول الهادي رسول الهادي غالي عليا غالي عليا بحب أنا راضي بحب أنا راضي يوم ما أزوره يوم ما أزوره روحي تنادي روحي تنادي برو دوايا ونوره قصادي ونوره قصادي يا نبينا خلينا معاك يا نبينا نتمنى رضاك يا نبينا خلينا معاك يا نبينا نتمنى رضاك تاخد بايدينا وتهدينا يلي سمع اسم نبينا صلى عليه ربك يرضينا والبركة هتهل علينا ألف صلاة عليك يا نبينا. برافو عليك، أحسنت ما شاء الله. يلا يا شيخ علي كده هتقول لنا نشيد حلو ولا ايه؟ عايز اسمع نشيد حلو كده بس اسمع. طب اتفضل. محمد نبينا أمه أمينة أبوه عبد الله متى ما رآه جد لي رباه
أبي طالب عمه كان بيخلف ما كان بيخفف عنه ستين حليمة أمه مرضيتنا بينا لما تشوفه تقول له جينا السعد جينا جينا يا هنانا ولد في مكة ومات في المدينة صلى الله عليه وسلم. أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمها آمنة. كان اسمها إيه؟ آمين. ماشي يا رقية. اسمها آمنة. آمين. تمام. رقية هتقولي إيه؟ سورة القدر ولا هتقولي سورة إيه؟ اتفضلي. الزلزلة. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ يزدى الناس قولي من الأول بالراحة وعلى مهلك عشان تقولي صح. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يزدى الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. برافو عليك. صدق الله العظيم. خلي المايك في ايدك ما تسيبوش. اعزائنا المشاهدين ان شاء الله احنا دايما بنقرا الايه اللي هي بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. في الانسان اللي بيعلم ابنه القران وبيعلمه الصلاه عمره ما هيتحسب من الناس اللي هم بيتوصفوا بالايه دي او الايه دي تخصهم. الابن والابنه اللي بيتعلموا القران في بيوت عارفة كتاب الله عز وجل إن شاء الله آباءهم سوف يتباهون بهم يوم القيامة ويلبسونهم تاجا من تاج الكرامة. فإن شاء الله دايما نحافظ على إن أولادنا يحفظوا القرآن ونشجعهم ونعمل لهم حلقات قرآنية في البيت ونديهم مكافآت ونديهم يعني نعمل معهم حاجات كويسة تشجعهم على حفظ القرآن علشان يواظبوا فعلا دايما على حفظ على كتاب الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة كانوا يتلقون القرآن ما كانش فيه مصحف. كانت الآية اللي بتنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتلقوها الصحابة عن ظاهر قلب ويقرروها حتى يحفظونها. ما احنا دلوقتي متوفر عندنا المصاحف مش كتير على كل أب وكل أم يعملوا حلقة إيمانية في البيت حلقة ربانية يعلموا فيها أولادهم القرآن يبعتوهم في دور التحفيظ يشجعوهم زي ما بنهتم بالمواد العلوم الدينية الدنيوية زي العربي والإنجليزي والحساب نهتم بالقرآن لأنه هو نور لنا يوم القيامة إن شاء الله. حنين هتقول لنا حاجة حديث أو أي حاجة. خلاص قولي حديث. طيب إن شاء الله احنا طالعين فاصل وراجعين لكم تاني بإذن الله. عدنا إليكم العودة أحمد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد كل ما صلى عليه وصلي على سيدنا محمد عدد كل ما لم يصلي عليه. إن شاء الله يا حنين هتقول لنا أنشودة بسيطة كده نختم بيها. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد مادي، الله الله، وعطرك بقيد مست ايادي، الله الله، وعطرك بقيد مست ايادي، الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. برافو عليك. علي تقول لنا حاجة؟ أقول لكم نشيد. ماشي، قول لنا نشيد. تنعم علينا وقول لنا نشيد. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر، 5 مرات نصلي بها بخشوع وتفكر، بخشوع وتفكر، في قيام وقعود، ما أحلى الصلاة، في قيام وقعود وتدبر، وتدبر، ما أحلى الصلاة، وركوع وسجود نبتغي عفو الإله، ما أحلاها صلاة نبتغي فيها وجه الإله. ركية يلا اديها فرصتها، كمل قولي اللي عندك، كلنا قاعدين بنسمعها. ايه اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فلا يكذبوا بعدم الدين، فليس الله بأحكم، فليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم. أحسنتي أحسنتي أحسنتي. النهاردة رقية عملت شغل عالي جدا، وإن شاء الله هتيجي معانا في حلقة تانية. تمام ماشي. أعزائنا المشاهدين، دي فقرة المناسبات، بنهني الأستاذ محمد نجم بالبرنامج بتاعه تأملات إنسانية. إن شاء الله هو وصل للموسم العاشر، وإحنا كلنا فرحانين بالبرنامج بتاعه الحمد لله، وإن شاء الله إحنا كمان نوصل ويبقى بدل ما هو موسم ولا اتنين يبقوا 10 مواسم ان شاء الله. وبإذن الله احنا معاكم في الموسم الثالث، انتظرونا. كنت معكم ليلى حشيش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.